عسلامة. الله يسلمك. مرحبا بالأشقاء الجزائريين في تونس. الله يسلمك، مرحبا، نحن أيضا عندكم. أول مرة تجي ولا مستانس؟ لا، سبق لي أتيت ب 2016، من 2016 وأنا نأتي سنويا. تعرفت على تونس 2016؟ أكيد. في مارس. شنو الحاجات اللي عرفتهم في تونس؟ تونس بلد سياحي بامتياز، قدم خدمات راقية، شعب طيب. نحن كجزائريين بالنسبة لنا تونس بلد واحد، يعني يفرحوا بكم التوانسة؟ أكيد أكيد، استقبال في المستوى، أكيد كل الظروف مهيئة، يعني لا نحس أبدا أننا في بلد آخر. تونس بالنسبة لي هي الجزائر. أغلب بيت الجزائريين كيجيوا لتونس يحسوا براحة كبيرة، وديما يقولوا لي أحنا خويت، ولي تونس كأنها الجزائر، نفس العادات والتقاليد، نفس المونتاليتي، كل شيء كيف كيف. فعلا فعلا، نفس العادات نفس التقاليد، شعب واحد، دم واحد، عرق واحد، نفس الشيء نفس الشيء، لا يوجد هناك فرق. حاجة أخرى زاد عنا في تونس، أطفال الأم جزائرية وإلا البو تونسي وإلا البو جزائري والأم تونسية، معناها الأطفال مخلطين توانسة وجزائريين مع بعضهم. لا، حتى لو كان نعودوا للتاريخ، ذكرى ساقية سيدي يوسف عندما اختلط الدم الجزائري بالدم التونسي، هذه قرابة ضاربة في أعماق التاريخ، ليست وليدة اليوم وليست وليدة الغد، هذه أمور تاريخيا. الجزائر وتونس بلد واحد منذ الأزل وسيبقون إلى الأبد إن شاء الله. مرحبا بك مرة أخرى في تونس. قلنا باش نحكيوا على هل المرأة قادرة أنها تبدل من طبيعة الرجل ولا؟ بطبيعة الحال المرأة بإمكانها تغيير طباع الرجل، هذا شيء أكيد، باعتبارها شريكته في الحياة وشريكته في كل شيء. طبعا بإمكانها أن تغيره نحو الأفضل، ويمكن أن يكون نحو الأسوأ أيضا في بعض. نجم نحو الأسوأ؟ أكيد يتبدل نحو الأسوأ؟ بطبيعة الحال إذا كانت المرأة نجم تبدله للأسوأ؟ إذا لم تكن بنت أصول، إذا لم تكن بنت أصول بإمكانها أن تجره نحو الأسوأ. كيما شنو الأسوأ؟ الأسوأ أنا بالنسبة لي أن يبتعد عن دينه، هذا هو الأسوأ، لا يوجد أسوأ من الابتعاد عن الدين بالنسبة لي. ونحو الأفضل؟ نحو الأفضل طبعا يكون دينيا متدين بامتياز، يزداد في عمله إتقانا، يزداد تطورا في حياته، كل شيء، كل هذه الأمور، دائما حياته تسير نحو الأفضل. والراجل ينجم يبدل من طبع المرأة؟ بطبيعة الحال الرجال قوامون على النساء، إذا لم يكن باستطاعته أن يغير من طبيعة المرأة فلماذا يتزوجها إذن؟ أكيد يستطيع. أنا بالنسبة لي المرأة تكون عجينة في يد الرجل، بإمكانه أن يشكلها كيفما شاء. أنت هكا تشوف؟ أكيد وجهة نظر. أكيد وجهة النظر نتاعك. هل جربت بدلت من طبع مرأة؟ بطبيعة الحال. نحو الأفضل بتبيع. أكيد أكيد أكيد. كيفاش تصرفت؟ شنو الحاجات اللي عملتهم باش خليتها تتبدل؟ الرجل عندما يكون لديه مميزات عالية سواء في الرقي سواء في الحياة تسمو به ويسمو تسمو المرأة به، وتصبح بالنسبة إليها هو قدوتها في الحياة، وبالتالي تلقائيا تتغير نحو الأفضل وتتغير طباعها نحو الأفضل كذا. شنو الحاجات اللي ما يحبهاش الرجل في المرأة وماذا به يبدلهم فيها؟ هذه تختلف الأمور هنا نسبية من رجل إلى آخر، لكن الأكيد أن الرجل يحب أن تكون المرأة ملكا له وحده لا يشاركه فيها أحد. الرجل بطبيعته أناني في هذه النقطة. هذه عنده الحق؟ أكيد لديه الحق، من حقه. أكيد أكيد. أما من ناحية شنو مثلا؟ أنها ما تتجملش خارج المنزل؟ ممكن ممكن هذه نقطة. هكا تقصد؟ أكيد طريقة اللباس مهمة جدا، طريقة محادثة الغرباء، كل هذه الأمور تحسب على الرجل لأنه المرأة في عصمة الرجل. شنو آخر ما يحبهمش الرجل في المرأة؟ طبعا هذه تختلف من رجل لآخر، هناك رجل ربما لا يريد المرأة التي تتحدث كثيرا، هناك الرجل الذي يفضل أن تكون صامتة، هناك صامتة مع زوجها. لا أقصد صامتة يعني قلة الكلام. الحق أكيد تحكي برشا، كيفاش يغزر لها؟ شنو تكون نظرته ليها؟ الكلام الكثير يوقع في الخطأ. كلام
كلام كثير مع تقصد كما يقولوا تقلقيل. بالضبط بالضبط. فهمتك توا فهمتك. تكون بالتونسيين بالضبط. هذم هما الحاجات اللي ما يحبهمش الرجل في المرأة. لا بصفة عامة الرجل يريد أن يكون تكون له المرأة له هو فقط، هذا باختصار يعني. هذا شنو هو الصفات اللي يعجبوك في المرأة أنت كرجل؟ في هذه النقطة بالذات كل امرأة لديها ميزاتها الخاصة، ولا تستطيع أن تكون كل النساء في امرأة واحدة. مش تكون كل النساء في امرأة واحدة؟ هاتي هي قالها نزار وقالها كاظم الساهر، هاتي ماهيش صحيحة؟ هاته في الأشعار فقط. زلت ما قبلتش المرأة اللي تختصر كل النساء. كل امرأة لديها ميزة محددة وجمال محدد. فما جمال تنجم تشوفه أنت ما يشوفوش غيرك. بالضبط بالضبط. والمرأة بصفة عامة هي جميلة، تحتاج من يفهمها فقط. كل مرأة والجمال اللي خلقوا فيها ربي. بطبيعة الحال بطبيعة الحال. لذلك قلت لك كل مرأة ولديها ميزتها الخاصة التي تميزها عن باقي النساء، لو يراها الرجل فيها فبالتالي ستبدو له جميلة كثيرا بالأخص في عيني زوجها. الجمال بالنسبة للرجل مظهر المرأة ولا أخلاقها؟ هو بعض من هذا وبعض من ذاك، إذا التقى الاثنان كان فبها ونعمت. طبعا إذا قلنا الجمال الخلقي لا نقاش عليه، تبقى جمال الشكل. جمال الشكل هذا قد نختلف فيه وقد نتفق، هناك من يريدها سمراء، هناك من يريدها بيضاء، هناك من يريدها طويلة، هناك من يريدها قصيرة، هناك من يريدها سمينة، هناك من يريدها نحيفة. الأذواق تختلف، ليس كلنا نتفق على نوع واحد. وتبقى كما قلت المهم أن تكون المرأة جميلة في عين زوجها، هذا المهم. ميرسي بوكو مسيو، مرحبا بك مرة أخرى في تونس. نخلي لك كلمة الختام. سعداء جدا بالالتقاء بالأشقاء التونسيين دائما. أتمنى لتونس الازدهار والتطور والأمن والأمان. لكم منا من الجزائر كل الحب وكل الود الممكن. دمتم أقوياء ودامت تونس والجزائر يد واحدة إن شاء الله. شكرا.